اللهم صل على محمد وآل محمد. كلنا والحمد لله نقرأ القرآن الكريم. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يقرؤون القرآن، ولكن هناك قراءة بفهم وهناك قراءة بغير فهم. القراءة بفهم هي التي يطلبها الله عز وجل، وهي التي تطور من وعي الإنسان، فيبدأ الإنسان يعرف التاريخ ويعرف قوانين الطبيعة، ويعرف الإنسان ويعرف كل شيء في هذه الحياة. أما من يقرأ القرآن بلا فهم، أو يقرأ القرآن بأفكار عنده يتجاوز بعض الآيات ويعمل بآيات أخرى، فذلك هو أو تلك هي القراءة السلبية. فنحن نميز بين القراءة الإيجابية والقراءة السلبية للقرآن، كما نميز بين أي نص آخر يوافق هذه القراءة ولا يوافق القراءة الواعية. هذا الذي سنتعرض إليه في خطبتنا لهذا اليوم المبارك. لاحظ، الله عز وجل يتحدث عن التاريخ، وحينما نقول يتحدث عن التاريخ يعني يتحدث عن الإنسان، عن أفكاره، عن معتقداته، عن المجتمعات البعيدة جدا وعن المجتمعات التي نزلت فيها الآيات. سنتحدث عن فكرتين رئيسيتين، وربما ترتبط بها فكرة ثالثة. هذه الفكرتان هي الشرك والتوحيد، الشرك الذي يقابله التوحيد، والطغيان الذي يقابله العدل. لماذا، نسأل سؤالا مهما، لماذا يتحدث القرآن عن أقوام بعيدة؟ ثمود، عاد، نوح، كل هذه أقوام كانت موجودة وبوجودها تعمل بأفكار، وأفكارها تنقلب سلوكا، لأن الفكر يظهر بالسلوك. فنحاول أن نقرأ الآيات التي تعلمنا، نحن نتعلم كيف كان يفكر الإنسان القديم، لماذا يؤمن بآلهة، لماذا يؤمن بالشمس إلها، لماذا يؤمن بالنهر إلها، لماذا يؤمن ببعض الخوارق الطبيعية فيعتبرها إلها. هذه هي فكرة الشرك، والتي يحاول القرآن أن يرسل الأنبياء والرسل في سبيل أن يبقى أو تتضح فكرة العقل وعمقها في نبذ الشرك. الشرك هو عبارة عن أفكار بسيطة، غريزة فطرية تبحث عن الإله الواحد، ولكن لم تجد من يشبع هذه الفطرة، لم تجد من يشبع هذه الفطرة، فطرة الإله الواحد. الله عز وجل
كان يرسل الأنبياء والرسل، والمثل القريب إلينا نبينا إبراهيم عليه وعلى محمد وآله ألف الصلاة عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف يعبد الإنسان أصناما مثلا؟ هل هذا العقل الجوهري الذي عند الإنسان يكون ذليلا أمام حجر؟ هل من المعقول؟ والقرآن يركز على ذلك. هل هذا الذي تعبدونه ينفعكم أو يضركم؟ إبراهيم ينبه قومه إن الذين تعبدونه لا ينفعكم ولا يضركم، معنى أن هناك من ينفع ويضر هو الذي يستحق هذه العبادة. وفي الأسماء الحسنى لله عز وجل تتجسد هذه الفكرة بعمقها. فالعقل ينبغي أن يرتقي في أن يعرف من هو خالقه، ويعرف لمن يتوجه بالعبادة الحقيقية لله عز وجل، لأن الشرك هو نصف العبادة. الإنسان المشرك يعبد ولكن عبادته خاطئة، عبادته فيها طغيان. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. تصور القرآن منذ 1400 عام يقول لنا أن هذه العقول الآلاف أو مئات الآلاف والأقوام السابقة كانت تضيع وقتها هباء تعبد الأصنام، تعبد الأشجار، تعبد كل ظاهرة طبيعية تراها مؤثرة وقوية عليها. الله تبارك وتعالى عزز العقل ليكون هو الذي يختار معبوده وليس الأهواء. إن الشرك لظلم عظيم. لاحظ، تقدمنا خطوة على أن الشرك لا ينفع ولا يضر، إنما العقل حينما يختار بإرادته ما ينفعه ويضره في حياته، ما ينفعه ويضره بعد حياته. هذه النقطة التي ينبغي أن ينتقل إليها الإنسان، لا أن يسير مقلدا لمجتمعه أو أقوامه أو عاداتهم أو تقاليدهم. العادات والتقاليد ليس هي أنظمة اجتماعية راقية، وإنما أنظمة وتقاليد هي دون المطلوب القرآني ودون المطلوب الإنساني. فعليك أن تخرج من هذه العادات والتقاليد كل ما يضر نفسك ومجتمعك. هذا ما يريده القرآن الكريم. ولذلك شوف، لازم أن يكون التوحيد يحل فيك حلولا عقليا. كلمة الحلول ليس هي بمعناها الحلول الصوفي، وإنما استبدال شيء بآخر. الاستبدال شيء بآخر تفكير صحيح بتفكير غير صحيح، لأن الشرك تفكير غير، هو إقرار، تغيير الإقرار بتعدد الآلهة، وإنما العبادة للواحد القهار. ما دام أن الواحد القهار بيده الخير وبيده ما ينفع ويضر. وأنتم تعرفون نبينا إبراهيم عليه السلام حينما جاء إلى قومه حاول أن يغير عقولهم، إن صح التعبير عقولهم، هي عادات وتقاليد وصلت إلى تقليد أعمى فنقول عنها عقول،
وإنما العقل حينما يهيئه له الوحي يصبح عقلا رفيع المستوى، يرتقي بك إلى مسام، إلى سمو عالي جدا، حتى ترى فيك استقرارا نفسيا وهدوءا عقليا وعبادة الحق الواحد الأحد. هذا هو الجوهري في كل عمل لنبي أو مرسل أو إمام. نأخذ هذا قليلا لأنه يطول الوقت في هذا الأمر فيما يتعلق بالشرك وفيما يتعلق بالتوحيد. وكلمة التوحيد أيها الأخوة قوية، فكرة تحتاج إلى معرفة، إلى تأمل، تأمل الكون، تأمل النظام الكوني الذي نسير نحن به، والكون وما فيه من عوالم. هذا الكون بناؤه محكم وقوانينه محكمة، فإذا اختل أحد هذه القوانين، لنفرض أن الشمس ابتعدت قليلا أو اقتربت قليلا، هلكنا وهلكتم وهلك من في الكون جميعا. قليلا لو يجي بالعشر المليمتر، لو حصل في هذا الكون هذا التخلخل وجدنا أن الكون كله خاصة في عالمنا، النظام الكوني نظام دال على الله عز وجل. الماء، أي شيء، أي كل المعادلات الكيميائية والنباتية وغيرها كلها تخضع إلى الله عز وجل حينما أوجد الأشياء وجعل فيها هذه الأنظمة، نظام النطفة، الخلية، السيل اللي نسميها، هذا النظام غريب. احنا جئنا من هذه النطفة، جئنا بماء حقير مهين، لكن هذا الماء انظر يصبح هذا الإنسان الذي أمامك بكل طوله وعرضه وكل مكوناته من اللحم ومن العظام ومن الهرمونات ومن يعني لو أريد أعدد لك كل وظيفة من أجهزتك الداخلية تعجب كلها من هذه النطفة البسيطة. من عمل هذه النطفة ووضع فيها البروجرام الذي يكونك ويكون كل المعادلات الكيميائية الموجودة في جسمك؟ أنت لا تشرب الماء، أنت لا تشرب الدم، ولكن تشرب الماء. من الذي يعمل على وجود هذا الدم وسريانه والأنظمة الداخلية والأجهزة توزعه إلى الجسم وتعمل به بنظام خاص؟ أي أقل خلل تذهب به إلى الطبيب يعدل لك هذا المزاج إن استطاع. فإذن هذا الأنظمة البسيطة تدل على القادر الواحد الأحد. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنت مجرد ناقل للنطفة، ناقل للماء، وليس خالق للنطفة. لا أحد يستطيع بالكون كله حتى لو اجتمع جميع العالم على أن يخلق نطفة. هذا الذي يحصل التطور في العمليات، الإنسان الذي لا ينجب والإمرأة التي لا تنجب، هناك النطفة نفسها يحللونها ويرون ماذا فيها من عقبات أو من أمراض فيحسنوها، ولكن لا بد بالنطفة. لا يستطيعون أن نحن الذين أنشأناه. الله تبارك وتعالى هو الذي عمل هذه. أنتم تخلقونه، والخلق هو إبداع الشيء، هو إبداع الشيء، يختلف عن الصنع. الله تبارك وتعالى
خلق وصنع. خلق يخلق من عدم ويصنع الأشياء ويصنع الأجسام، وهذه الصناعة هندسية رائعة في كل هذا الكون. انظر إليه وانظر إلى جماله وإلى كماله، تتعجب في هذه الصناعة الإلهية. هذا التوحيد إذا لم تتأمله في مكونات هذا الكون لا تستطيع أن تذهب الشرك. من هنا أنت أمام رحلة فكرية معرفية هادفة للوصول إلى التوحيد. والعلم، هذا الرسول الجديد في عصرنا الحاضر هو الذي يوصلك، هو الذي يوصلك إلى هذا التوحيد الراقي الذي ينتظره كل من يعرف وكل عالم وكل عالمة وكل من يشتغل بهذا الاتجاه. لا يمكن في الشرع الإسلامي القرآن الإسلامي أن يتصل بهذا التوحيد دون معرفة. والإمام علي عليه السلام قد قرر ذلك في خطب كثيرة. أول الدين معرفة، أول الدين. والدين هنا بالمعنى النظام، مو عادات وتقاليد، مو أعراض، نظام، مجموعة من المبادئ التي تنظم علاقة الإنسان بخالقه وتنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان من أجل هدف أسمى، من أجل حياة أفضل. إذا لم يكن مثل هذا التعريف للدين سيكون الدين أفيون الشعوب، كما رفضوه ونحن نرفضه. إن مثل هذا التعريف للدين ليس صحيح. الدين هو مجموعة من المبادئ التي تنظم، وأنتم تقرؤون القرآن، يجعل للإنسان قيمة كبرى في هذه الحياة. أنت تنظم حياتك، إذا اختل هذا النظام أنت لازم تقف على ما هو عقبة في هذه الحياة. عندك هدف بالحياة، إن الله عز وجل خالق راسم لك حياة أفضل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، مو للتي هي أعوج عفوا، أو للتي هي أقتل بعضنا بعضا. ليس هناك مثل هذا الدين في الشريعة الإسلامية. لم يأتي به لا نبي ولا وصي ولا رسول. من أين جئنا بمصائب موجودة في هذا الكون وفي أقطارنا خاصة؟ هو الانحراف، الانحراف الفكري الذي لا يعرف معاني القرآن حينما يتعامل مع الآخر. أكون نظام، شلون أتعامل معك؟ كنت سواء كنت بوذيا أو مسلما أو أي دين أو أي فرقة، كيف أتعامل معك؟ لا أتعامل معك على مستوى العقيدة، أتعامل معك على مستوى الإنسانية. هو هذا الدين الإسلامي، والآيات تدل على ذلك. إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا إن شاء الله نعم، والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئة والمجوس أولئك نفصل بينهم يوم القيامة. احنا نفصل، مو انت تحاسبني على عقيدتي، مو تحاربني على عقيدتي ومذهبي. ليس هذا دينا. الذي يحاسب هو الله عز وجل. النظام الإسلامي يدعو إلى ذلك، ويحقق الأمان والسلام الاجتماعي بين الناس إذا لم يتحقق عن طريق هذا الدين ليس بدين. هذا يرفع شعار ديني ولكن محتواه ليس بدين في حقيقة. على كل الشرك والتوحيد، والتوحيد مرتبط بالإصلاح، ولا يمكن أن يكون نبيا جاء ليجلس في مكانه.
أو لا يتعدى في سبيل تحقيق الهدف الإلهي. ما رأينا نبيا لم تحاول الشعوب تقف ضده أو تقتله أو أي شيء آخر. كل الأنبياء جاءوا للإصلاح، للإصلاح، ليس هنالك غير الإصلاح في الدين. فإذا التوحيد هو الطريق الوحيد للإصلاح، والنقاش والحوار هو السبيل لا السيف، إلا إذا اعتدى عليك أحد بالسيف ذاك شيء آخر. حتى القوانين الوضعية تحاول أن تنظم ذلك، لكن الحوار والنقاش والندوات والبحوث هي التي يجب أن تحل محل هذا الشرك أو هذه الأنواع من المفاسد التي يأتون بها. الفكرة الثانية حتى لا أتأخر عليكم، وهي فكرة كما قلنا الطغيان والعدل، وأنتم تعرفون كل الرسالات السماوية جاءت لتوضح إن الله عادلا، وإن الذي يأتي من قبل العادل هو عادل، لا يمكن أن يكون ظالما، ولا يمكن أن أقبل إنسانا بأي زي كان بأي كلام معسول يدعي الدين وهو ظالم، لا يمكن، خاصة بمذهبنا الإمامي، غير مقبول مطلقا، لأن فعلا الظلم والطغيان والاستبداد نوع من الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم. هذا لمن يعتقد أنه أنا الإله هو الذي يكون طاغية على الناس، هو الذي يحكم باسم الله وليس هو فعلا باسم الله، باسم الله الله عز وجل العادل، خلق السماوات والأرض بالميزان وخلق كل شيء بالميزان. هل من المعقول أن الله عز وجل يرسل إنسانا أي كان هو ظالما بين الناس؟ القرآن موجود، ليس هنالك ظالما، ليس هنالك نبيا ظالما ولا وليا ولا مصلحا، إنما الذين يدعون من دون الله أولئك هم الظالمون. لاحظ اللي يدعون من دون الله وذلك هم الظالمون، هم الفاسقون، هم الكافرون، ويرتبط بعضها مع بعض، لأن مسألة الإصلاح في الإسلام حقيقة تحتاج إلى توضيح، وتحتاج إلى معرفة. مو كل من يدعي الإسلام هو حقيقة يستحق هذا، إلا سلوكه يظهر عليه، فمهما رفعوا من شعارات إسلامية إذا رأيت سلوكهم غير إسلامي اشطب على هؤلاء أنهم فعلا دعاة حقيقي. فالعدل ينبغي أن يكون واضحا بين الناس، والطغيان لا يمكن، الله تبارك وتعالى على كل مستوى العلاقات الاجتماعية لا يرضى بالطغيان، كل المستويات أقول لك، سواء كان الطغيان اجتماعيا طغيانا أسريا، الرجل على زوجته، الزوجة على زوجها أو أولادها، أو رب العمل أو الحاكم على المحكومين، لا يمكن أن يقبل ذلك. الطغيان آفة اجتماعية. لو حاولت أن أقرأ عليكم الآيات التي تنبذ الطغيان وتنبذ الاستبداد وتنبذ كل ما هو آفة اجتماعية يحقق الظلم والظلام بين الناس، مرفوض أولا وأخيرا من هذه الآيات، أقول من تبعيضية، لأن هذا الموضوع العدل والظلم في القرآن مالئ الآيات كلها، لما تقرأ على مستوى الشعوب وتقرأ على مستوى المجتمع الإسلامي في فترة نزول المجتمع الرسالة على المجتمع الإسلامي تجدها واضحة،
من هذا بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة 257-56 هكذا. لقد تبين الرشد من الغي، الغي الغي الظلام الظلم عفوا، تبين في هذه الشريعة أنها منهج. لقد تبين الرشد العمل الصالح التفكير الصحيح من الغي. بعد لو تكمل شوف الآية وين توصلك. فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لاحظ صورتين يعطيك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام بينهم، بين الإيمان والتمسك بالعروة الوثقى الإسلام. فأنت واجب عليك عقائديا وإسلاميا ومذهبيا باعتبار أنها استراتيجية إسلامية أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت. مو تؤمن بالطاغوت وتؤمن بالله يصبح تناقض، يصبح أسر مفككة، يصبح هناك 100 آلهة بقدر عدد الأسر الإسلامية، تلاحظ التناقض وكل يحاول أن يفرض سطوته، يفرض كل ما يمكن أن يفرضه في سبيل أن يكون هو الإله على الأرض. هذا الشيء مرفوض، الظلم، الاستبداد، الطغيان في الشريعة الإسلامية. العدل هو المطلوب، وكثير من الآيات تدعو إلى العدل. وإني أمرت أن أعدل بينكم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت من الله عز وجل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هناك رفض للطاغوت، من يأتي بدل هذا الرفض؟ هو العدل الذي ينبغي أن نتدرب عليه، ليس بالسهل، لأن مجتمعاتنا ما هيئتنا من الطفولة أن نمارس هذا الشيء، العدل. تلاحظ هنا في هذه المجتمعات هناك ممارسة يسموها ممارسة ديمقراطية، هذه الممارسة تنشئ عقولا تقريبا متساوية، تقريبا عادلة. هذا شيء جيد جدا، لكن لها سلبياتها يغذيها الإسلام. اليوم كنا في مناقشة في دروسنا شوي نتقوى بالإنجليزي، ظهر السؤال الظالم. تتحدث المدرسة عن أن هناك قانون اجتماعي، المرأة لا ترى زوجها إلا إذا كتب لها حقها، مو حقها، عدم معلوم حق. فإذا كان الزوج غنيا لا يتزوج، لأنه يعرف نصف الحقوق تروح للمرأة. فقلت له هذا القرآن، هذا 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 نظام ظالم، لأنه أين حقوقك؟ أين تذهبون؟ النساء وين يذهبون إذا لم يتلقى حقوقهم؟ مجرد أنه عبارة عن شيء، أنه ما أدري شو أقول عنه، أنه يختلي بها أو يصادقها ثم يرحل في أي وقت عنها. هل هي هذه علاقات زوجية أم علاقات عفوا حيوانية؟ العلاقة العادلة هي يرتبط الزوجان بعهد، بعقد، ما ينفع الزوج ينفع الزوجة، وما ينفع الزوجة ينفع الزوج، وهكذا تتكون الأسرة الإسلامية. صح نحن ليس وجود لنا مجتمع إسلامي مسمى، لكن لأنه ما هناك قاعدة وتربية في المدارس على هذا الشيء، هذا هو الخطر. على كل حال الموضوع يطول، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد وآل محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. المناسبات الإسلامية أيها الأخوة والأخوات، وخاصة مناسبات أهل البيت ولاداتهم ووفياتهم، هي في طريق العدل والتوحيد. ونحن نعرف عن أئمتنا عليهم السلام مناسبات كثيرة، لكن موضوع التوحيد والعدل ينبغي أن يأخذ مقامه الصحيح، حتى ترتقي هذه المناسبات بمناسبات أصحابها. الإمام علي وولادته التي مررنا بها، توحيده توحيد العالم العارف والذي وصل به إلى أعلى درجات العليين، حتى وصل إلى أنه لو كشف له الغطاء لم يزدد إلا يقينا. هذا هو الإيمان العميق الذي نأخذه من أئمتنا. احنا نتمنى كيف نتمنى؟ حينما نكون نقرأ القرآن، لأنه هو تربية القرآن، تربية الرسول صلى الله عليه وآله. لاحظ تعامله مع العدو والصديق كيف كان؟ هل هنالك اعوجاج رأيتم في سيرته؟ مع أهله، مع أخيه عقيل، كيف تعامله؟ هذا المحتاج عقيل، الرجل كان محتاج مالا لم يعطه، لأن المسألة هنالك عدل، هناك فقراء لازم يعطيهم مثل ما يعطي. على كل حال، الموضوع العدل قد طبقه أهل البيت حتى نقتدي بهم، حتى لا يكون فقط القرآن جانبا نظريا وإنما جانبا عمليا منهجيا. هناك من طبقه، هناك أهل البيت هم الذي يبرزون في هذه الساحة في التطبيق. لذلك الناس عادوهم في كل المسائل، لو كانوا حكاما هم ما وصلنا إلى هذا الجهل وإلى هذا العم وإلى هذا العداوة بين المذاهب وبين الفرق وبين الأمور كثيرة، لأنه غائب المنهج، غائب عنا التعامل، غائب عنا. على كل حال، هذا المثال يضرب ونعمقه إن شاء الله في كل محاضرة نتحدث عنها. وصلى الله على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على